أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. النهاردة هنتكلم مع قيمة وقامة علمية كبيرة، وهو دكتور وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، وأيضا حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة عام 1989، ثم حصل بعدها على الدكتوراه مع مكتبة الشرف في إدارة الأعمال في جامعة القاهرة 1997. النهاردة احنا بنتكلم، ليس هو شخص عادي، فهو شخص يمثل المجتمع ويمثل جزئية كبيرة في إدارة الأعمال. معنا النهاردة الدكتور عبد العزيز عبد التواب عبد العزيز هاشم. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. النهاردة احنا دكتور بنتكلم في حاجة كبيرة جدا بالنسبة لأي جمهور أو بالنسبة لتلميذك في الجامعة هنا. حضرتك درست كتير من التلميذ، فاحنا عايزين نبين للجمهور بتاعنا نشر الدكتور وإزاي كونت وخلته في المكانة العلمية دي. أولا أنا سعيد بلقائكم، وأتمنى إن شاء الله أن لقائنا يبقى لقاء موفق ويستفيد المشاهد اللي بيشوفنا، ونصل معاه إن شاء الله لشوية حاجات كويسة وجميلة يعني يستفيد منها بإذن الله تعالى. فيما يتعلق بي أنا شخصيا، أنا بشتغل في جامعة القاهرة منذ أن تخرجت وحصلت على البكالوريوس فيها سنة 84. تدرجت في المناصب العلمية إلى أن صرت أستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال في كلية التجارة جامعة القاهرة. خلال هذا المشوار طبعا في كتير من الجهد، في كتير من الخبرات، في كتير من المذاكرة والتحصيل المستمر اللي هو في النهاية يعني بيسمح لأي شخص أنه يتأهل إلى هذه المستويات الأكاديمية أو الوظيفية. أنا عجبني الحقيقة في التقدمة بتاعت حضرتك، قلت أنا مش بتعامل مع شخصية عامة في هذا اللقاء، لكني أتعامل مع شخصية عادية تمثل جزء من المجتمع الحقيقة، وده أنا بعتز به الحقيقة لسببين. السبب الأولاني أنه أنا نشأتي نشأة عادية جدا، أسرة متوسطة في محافظة الجيزة، كويس، بلدنا اسمها سقارة، بلد مشهورة جدا على فكرة على مر التاريخ، وفي أي مكان في الدنيا بتروح تقول سقارة بتلاقيها موجودة، كويس. الأسرة المتوسطة الحمد لله نجحت إنها تعلمني كويس، أنا وأربع أخوات كلهم بيشغلوا مناصب الحمد لله كويسة، كويس. كان طول الوقت الوالد عليه رحمة الله بيزرع فينا ضرورة إنك تبقى مجتهد وجاد، وبتحاول دايما تقدم قيمة مضافة سواء ليك أو للآخرين أو للمجتمع اللي أنت فيه. فأنا بعتز إن أنا هذا النوع من الناس الحمد لله. الجزئية الثانية الحقيقة إنه أنا من خلال خبرتي في مجال العمل الجامعي من ساعة ما تخرجت إلى الآن، وهو يعني يزيد عن 25 سنة أو أكثر، تعاملت مع الكثير من الأفراد سواء كانوا طلابي سواء كانوا باحثين للماجستير أو الدكتوراه اللي أنا بتعامل معهم بشكل مستمر وحتى الآن. فأنا أيضا لامس المجتمع في الكثير من نواحيه، في الكثير من الجوانب اللي والظواهر اللي موجودة في هذا المجتمع. دكتور، من في كل مرحلة عمرية لها فكرها الخاص، وحضرتك وصل لمكان أنا عريقة، يعني حضرتك رئيس مركز البحوث، فأيضا هنا بتمثل شكل كبير بالنسبة كمان للطلبة بتوع حضرتك. حاليا لما كنت حضرتك بتدرس لهم، فأكيد عدى عليك مراحل كتير قوي أو فئات من الطلاب مختلفين. نعم. إيه الفرق بين العصر دوت والعصر حضرتك لما أنت كنت بتجاهد عشان توصل لمكان علمية؟ الحقيقة السؤال اللي أنت بتسأله سؤال مهم قوي، لأنه إحنا بنتكلم عن، صحيح أنا مش كبير قوي، لكن خلينا نقول كده أجيال مختلفة. إذا قلنا إن الجيل مثلا 10 سنوات، فيبقى إحنا بنتكلم عن أجيال مختلفة. الفرق بين الجيل اللي أنا كنت فيه لما كنت طالب في الجامعة والأجيال اللي موجودة دلوقتي الحقيقة في عدة فروق، وفي عدة فروق ليها أسبابها وليها الدوافع بتاعتها. فعلى سبيل المثال مثلا على أيامنا إحنا ما كانش فيه الكمبيوتر، ما كانش فيه الإنترنت، كويس، اللي هي أصبحت الآن شيء أساسي بالنسبة لكل شاب
النهارده او كل طالب من طلاب الجامعه او حتى قبل كده طلاب الاعدادي والثانوي والابتدائيه حتى دلوقتي. فالثوره اللي حصلت والتقدم اللي حصل في مجال المعلومات والاتصالات افرز الكثير من المتغيرات السلوكيه اللي خلت هناك فرق. يعني على ايامي مثلا كان لازم تحضر المحاضره في ميعادها وتلتزم بيها وتبقى جوه القاعة قبل الدكتور، وبعدين تبتدي تكتب كل صغيرة وكبيرة إلى آخره. النهاردة احنا في بعض محاضراتنا في كلية تجارة جامعة القاهرة بيتم بث المحاضرة عبر الانترنت، وبالتالي الطالب مش ضروري يحضر عندي، وإنما يقدر من خلال جهاز الكمبيوتر بتاعه يشوف المحاضرة كاملة هو قاعد في بيته من غير ما يتحرك. إذن في هنا فارق. لو رحنا كمان ل أدوات ووسائل التدريس والتواصل بين الطالب والأستاذ، هتلاقي أنه حصل تغير كبير. أنا كان لازم أروح لأستاذي في مكتبه وأخبط عليه واستأذنه ومعاد واتكلم وكده، أو أن أنا ألتقي بعد المحاضرة مباشرة وأقدر أنتهز فرصة دقيقة أو دقيقتين أقف معاه على هامش المحاضرة. النهاردة الطالب يقدر يتواصل مع أستاذه من خلال الإيميل، من خلال الاتصال الهاتفي، حتى بالتليفون إلى آخره. فوسائل الاتصال بقت مختلفة. ده أوجد خلينا نقول كده أنماط سلوكية مختلفة تفرق الجيل الحالي عن الأجيال السابقة. ده فيما يتعلق ببعض الأسباب. لكن لو جينا بقى على المناحي الحياة الأخرى وإزاي أثرت على سلوكيات الجيل الحالي، هتلاقي انه التغيرات الاجتماعيه، التغيرات الاقتصاديه اللي سادت في المجتمع النهارده كويس، ادت او افرزت انماط سلوكيه مختلفه عن قبل كده. قبل كده كان في يعني تركيز على انماط محدده من السلوكيات الايجابيه كويس اللي لازم يتمسك بيها كل الجيل اللي طالع. يعني نقدر نقول هي شكلت كنوع من انواع الفجوه الزمنيه بين الجيل ده والجيل ده. هي الوسائل الموجوده الحديثه، التكنولوجيا دي بقى هي فعلا اللي خلت انه احنا نحس او نستشعر ان الفرق بين الجيل الحالي والاجيال السابقه فرق كبير قوي. ليه؟ لان التطور اللي حصل تطور كبير اثر بشكل كبير جدا، فادى في النهايه الى ان الفجوه تبقى فجوه كبيره جدا بين الجيل الحالي والجيل السابق. ومع ذلك عشان نبقى منصفين، بس الجيل السابق كان له دوافعه، كان له أسبابه، كان له أو عاصر نمط حياة دفعه في اتجاه معين، والجيل اللي موجود الآن أيضا يتأثر بنمط حياة وظروف ومتغيرات بالتأكيد هي اللي بتدفعه فيما يسلكه الآن. خلينا نتفق بس مع حضرتك إنه مش هنقول الجيل اللي فات كان دايما أحسن من الجيل الحالي، مش هنقول دايما انه الزمن العباقره والمتفوقين خلص وبقينا في زمن، لا، هو لكل زمن ولكل جيل في المتفوقين في العباقره بتوعه، وده احنا شايفين اللي بيحصل النهارده. النهارده في نماذج كتيره جدا لطلبه الكليه عندنا ولخريجين الكليه اللي اثبتوا جداره كبيره جدا في كتير من المهن، كتير من الوظائف، كتير من المشروعات، وبالتالي دول يعتبروا ايضا ناتج او افراز للمتغيرات اللي موجوده حاليا. ولكن يختلف في السلوكيات يا دكتور، يعني سلوكيات فتره زمنيه مثلا او عصر حضرتك، مش عايز اقول عصر ان حضرتك برضك مش كبير في السن ولا حاجه، حضرتك برضك شاب، بس الفكره ان كان في سلوكيات او ضوابط نقدر نقول هي كانت ضوابط الجيل كان بيمشي عليها، تمام، من نظره للدكتور او مدرسه بالاخص. طيب انا هقول لحضرتك الاجابه هنا شكلها ايه. احنا زمان، مش زمان قوي، انت برضو عملت مش عارف انا مش يعني. انما لا، هي الفكره كلها ايه، يعني الفكره كلها بمنتهى البساطه، احنا كان عندنا وقت نقعد مع الكبار، كان عندنا وقت نقعد مع الاب والام الفتره والجد والجده الفتره طويله، كان عندنا وقت نقعد مع الاساتذه بتوعنا، كان عندنا وقت نلتقيهم حتى في الندوات في لقاءات الى اخره. النهاردة ما عادش الجيل اللي موجود عنده هذا الوقت، لأنه هو طول الوقت فتح التابلت وفتح الكمبيوتر وفتح الموبايل وعمال يعمل شات مع أصحابه إلى آخره.
فأصبح تأثره بالخبرة والتجربة السابقة في الحياة المفروض تتنقل له من خلال أبوه وأمه ومن خلال جده وجدته، من خلال أستاذه ومدرسه إلى آخره، أصبحت مساحتها الزمنية محدودة جدا. يعني أنا كنت ممكن أقعد مثلا قول ساعة مثلا في اليوم بسمع نصايح من أبويا، بسمع نصايح مباشرة من أمي، اعمل كذا وما تعملش كده، ده صح وده غلط، ده هيأثر عليك في المستقبل، ده هيفيدك في المستقبل، وفر الإنتاج المطلوب محليا. كويس؟ أيضا في كتير من مؤسسات الأعمال بتعتمد على الخارج في كل ما تقدمه. فتيجي نقلل الاعتماد على الخارج في الحاجات دي وتنمي البديل المحلي. كويس؟ تنمية البديل المحلي يعني ايه؟ يعني تقليل الاعتماد على الدولار. تقليل الاعتماد على الدولار يعني ايه؟ يعني خلاص الطلب على الدولار هيقل، ولما الطلب يقل تقوم قيمه الجنيه تزيد. كويس؟ نيجي على مستوى الاشخاص. الناس كلها بتتكلم على ازاي ان القرارات دي اثرت وادت الى ارتفاع الاسعار. هنا في جزئيتين مهمتين قوي. الجزئيه الاولانيه متعلقه بالارتفاع الحقيقي في السعر والناتج على انه السلعه اللي بنشتريها هي سلعه مستورده وداخل فيها الدولار، وبالتالي طبيعي ان سعرها يغلى لان سعر الدولار غلي. كويس؟ في جزء من ارتفاع الاسعار الحقيقه غير حقيقي ناتج عن وجود طبقه من الوسطاء من التجار جشعين ما بيرعوش ربنا في الناس، فالنتيجه ايه؟ بيستغلوا الموقف وكانما هو سبب ليهم علشان يضعفوا الاسعار، وبالتالي تجد سلعه ما هياش مستورده محليه وسعرها غلي. طب ليه سعرها غلي؟ دي سلعه ما فيهاش مكون اجنبي، انت يا تاجر ما دفعتش، او انت يا مستورد ما استوردتهاش، انت يا منتج ما دفعتش فيها حاجه بالدولار، فليه ترفع سعرها؟ مش كده ولا ايه؟ طيب هتلاقي بعض السلع اللي فيها مكون مصري بنسبة كبيرة جدا، ومع ذلك أول ما الباب اتفتح عشان يرفعوا الأسعار رفعوا أسعار. هنيجي للقضية اللي شغلت الرأي العام من فترة، وهي ضرورة إن الحكومة يبقى ليها دور في السيطرة على الأسواق، ضرورة إن الحكومة يبقى ليها دور في وقف الجشع والجشعين دولت. كويس؟ علشان يقدر المواطن يحس إنه في تغير في الأسعار لكنه ليس بهذه الدرجة. أدي واحد. اثنين، انا كمواطن اصبحت امام امر واقع الحقيقه. الامر الواقع ده يتطلب مني ايه؟ يتطلب مني ان انا ابقى رشيد شويه في استهلاكي للسلع. يعني ايه؟ يعني وانا شفت في مجتمعات كتيره زرتها الحقيقه، كويس، الناس بتستهلك على قد اللي هي عايزاه، حاجه يوميه، احتياجاتهم اليوميه، احتياجات الاساسيه اليوميه. احنا عندنا للاسف لا، يعني انت عازم شخصين هيتغدوا معاك النهاردة، تخش تلاقي أكل يكفي 4-5 الأسرة فيها، بعد كده خلاص، بعد كده ما حدش بيأكله. الأسرة فيها 3 أشخاص، كويس، هيستهلكوا 3 × 2 6 رغيف خبز مثلا، تلاقيهم جايبين 20 رغيف خبز عيش. طب ليه؟ كويس، كنا زمان بنضحك على المجتمعات على فكرة، نقول الناس في أمريكا بتشتري الطماطم بالوحدة، بتشتري التفاح بالوحدة، بتشتري مش عارف ايه بالوحدة، دول عالم تعبانين، احنا محتاجين 3-4 تفاحات نروح نشتري 3 كيلو و2 كيلو. ليه؟ مش كده ولا ايه؟ مطلوب ان احنا يبقى عندنا درجة من الوعي في هذا الاتجاه. وما تقولش بقى ايه الحكومة غلطت، الحكومة خدت قرار خاطئ، اصل ما كانش لازم يعمله. يا سيدي انتهى المشوار ده، انتهى خلاص، وانت الان مطالب ان تكون شخص ايجابي يساعد المجتمع كله في انه يمر بهذه المرحلة او يمر من هذه المرحلة بسلام وامان، حفاظا على الاجيال الجاية، حفاظا على اولادك الصغيرين لما يكبروا الى اخره. فانت مطلوب انك انت يبقى ليك دور ايجابي. من الادوار الايجابية المهمة ايضا انا اتصور الحقيقة، يعني انه احنا لازم نشتغل صح، لازم نجتهد، لازم نزود انتاجنا، لانه انت عندك منتج محلي معناها انك مش محتاج دولار، معناها
انك انت يكون عندك فائض معناها انك تصدر، وبدل ما انت محتاج الدولار لا يبقى عندك فائض من الدولار، فتستطيع انك انت تزود الاحتياطي بتاعك الى اخره. بقى من المشاكل الاقتصادية المعقدة اللي انا بحاول قدر الامكان يعني ابعد عنها. طب في المراحل دي كلها بيبقى فيها حاجات تعنيها الوزارة من أرقام وبحوث ودراسات بتعملها، بس ما يهم بقى المواطن العادي، المواطن الغلبان ما يعترفش بالكلام دوت، اللي هو يقول لك بتكلموا كلام كبير قوي وأنا ما فهموش. هو عايز يفهم دلوقتي، أنا دلوقتي باخد 5 جنيه، 5 جنيه كانت بتكفيني خلال يوم، دلوقتي ما بتكملش أصلا نص اليوم. أنا بقول سي كده رقم غزافي يعني، من 5 أكيد تمام ما تعملش حاجة يعني. صحيح، خليني أقول لحضرتك كده بمنتهى البساطة إنه قرار التعويم ده نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه بنسبة لا تقل عن 50%، بمعنى اللي حضرتك كنت بتشتريه بجنيه دلوقتي لازم تشتريه باتنين جنيه على الأقل، اللي كنت بتشتريه بعشرة دلوقتي عايز تدفع فيه 20. ده كلام صحيح مظبوط، وده الواقع. الواقع ده هو الأثر السيء النتج عن السياسة الاقتصادية الحالية. طب الاثر السيء ده اللي هو بالظبط بيقول لك كده، الدواء مر، مر بس لازم تتحمل مرارة الدواء ده حتى يتم الشفاء. فاحنا هنيجي على المواطن نقول كلنا كده على فكرة، كلنا دخولنا اللي كنا عايشين بيها قبل قرار التعويم هي نفسها الدخول، ما حصلش فيها تغيير، لكن اصبحنا مطالبين ان احنا نعيد النظر في نمط حياتنا، نعيد النظر في نمط استهلاكنا. ما هو انا كنت باخد 100 بس كنت لما بحتاج مثلا العيش بجيب 20 رغيف، تمام. طيب دلوقتي انا محتاج بس 6 ارغفة انا وعيالي، يبقى لازم ما اشتريش غير الستة بس، ما اشتريش الا بعشرة التانيين كويس، ما اشتريش الباقي. انا بستهلك 0.5 كيلو رز، ايه اللي يخليني اروح اشتري 5 كيلو رز واخليهم عندي؟ كفاية 0.5 كيلو اللي انا محتاجه. يعني 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 في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من ملك قوت يومه فهو من الأغنياء. قوت اليوم. فالنهارده الناس، وبقت على فكره ظاهره، انا اسف يعني ظاهره سلبيه، انه حتى الناس اللي الحمد لله ربنا كرمها وعندها من خيرات ربنا بقى يدعي انه الغلاء والدنيا ولعت والى اخره. بقينا نتكلم كده، كتر الكلام ده في او كلام بهذه الصفه او بهذا الشكل للاسف يؤدي الى تضخيم الاحساس بالمشكله، تبقى المشكله الحقيقيه يمكن التغلب عليها، يمكن السيطره عليها، يمكن المرور بها بسلام، لكن كتر الكلام فيها بقى واللي بيعاني من مشكله واللي ما بيعانيش بيتكلم وبيشتكي والى اخره. فالشكوى بقت الحقيقه الشكوى مطلوبة، ما بنقولش لا، عشان صوتنا يوصل لمتخذ القرار فيقدر يصوب القرارات بتاعته، يقدر ياخد حاجات كويسة تجيب مردود إيجابي للناس. لكن في نفس الوقت كمان مش مطلوب ان انا اشتكي عمال على بطال، لا، مطلوب ما عندي قدر من الرشد كمواطن، اقدر اتفهم الموقف بشكل صحيح، احسب الحسبة بتاعتي صح. انا مش عايز اكتر من كده، لو حسبت حسبتي صح هقدر افهم انه الظرف ظرف غير عادي، هقدر اتحمل شوية علشان مستقبل البلد وعلشان مستقبل اسرتي واولادي كمان، تمام. يعني يعني بس هنا احنا بنقول احنا قلنا المواطن بيتضرر، فبيتضرر من الناتج مثلا التاجر بيغلى عليه. يعني التاجر مثلا سيب ياخد الحاجة دي بيجيله في الاول كان بخمس قروش فهيبيعها ب7 قروش، دلوقتي ما بيجيله ب6 قروش هو بيبيعها ب12 قرش، اصبح ان التاجر مش عندهش اضرار اللي هي زي ما بتضر بيها المواطن، فاللي هو المباشر او الحاسس بالشكل المباشر هو مواطن عادي، تمام. فازاي بقى نسلط الضوء على دوت او ازاي نتعامل بيها وعشان نواكب الاحداث؟ انا هقول لحضرتك في دورين الحقيقه، في دور للحكومه وفي دور للمواطن. دور الحكومه يمكن انا اشرت ليه ان هو ضروره العمل على رقابة جيدة للأسواق. يعني أنا أقول لحضرتك، أنا يعني رئيس الجمهورية يتكلم عن مثلا أنه في تجار جشعين، وطلع وزراء التموين يتكلموا، وزير التموين يتكلم عن تجار وجشع التجار، تمام. والإعلام بيتكلم، ده صحيح. النهاردة هل في واحد من الناس دي اتقبض عليه واتحاكم لأنه يتلاعب بقوت الشعب؟
الإجابة لا، مش كده؟ فإذا أنا محتاج إيه؟ محتاج رقابة صارمة تضبط إيقاع الأسواق. التاجر يا جماعة من حقه يكسب، لكن من حقه يكسب المكسب اللي هو المقبول، المكسب اللي الناس في الدنيا كلها تكسبه، لكن مش من حقه يبقى جشع، مش من حقه يبقى متكلف السلعة متكلفة 10 ويبيعها لي أنا ب50، ده مش من حقه، ولازم يتحاسب على كده. إذا كنا فعلا بندعي أن هناك حكومة قوية تستطيع أن توجه الأمور وتضع الأمور في نصابها الصحيح، أدي واحد. الشفافية مهمة جدا، والشفافية يعني حق الناس أنها تعرف. الرقابة على الأسواق مهمة جدا، كويس، ودول الدورين الأساسيين اللي نتصور أن الحكومة لازم تعملهم في المرحلة الحالية. المواطن من ناحيته برضو عليه دور يا جماعة. يعني أنا النهاردة بشتري السلع وأنا عارف أن هي تمنها ما يزيدش عن 7، لما يقول لي ب17 مش لازم أشتريها إلا إذا كانت أدوية، دواء، حاجة ضرورية. إنما طالما أنا أقدر ألاقي بديل، أقدر أستغنى ولو بشكل مؤقت عن السلعة، ياريت أنا كمواطن أسعى في هذا الاتجاه، لأن ده معناه إن أنا بقول الجاشع لأ، أنت حرامي، أنت بتستغلني، كويس، وأنا مش هديك الفرصة دي، هقطعها عليك. وبالتالي مع الوقت هيكتشف إن هناك وعي عند المستهلك، وعي عند المواطن، فإذا تلاعب هيتلاعب بحساب بالزبط. وبالتالي نقدر نمر. يبقى إذن تكاتف دور الحكومة ودور المواطن يؤدي في النهاية إلى أن احنا نستطيع أن احنا نمر من هذا المنعطف إن شاء الله بسلام. كلمة تحب توجهها للمواطن أو الجمهور بشكل عام للتوعية بقى وتجنب الأخطاء الجسيمة مثلا من التجار بالنسبة لغلاء الأسعار؟ أنا الحقيقة يعني خلينا نتفق على الآتي، أنه احنا يعني كمجتمع علشان نبقى مجتمع كويس ونقدر نكمل مشوار الحياة صح، هيبقى في النهاية احنا مجتمع منتج، وتحولنا الى مجتمع، بمجرد تحولنا الى مجتمع منتج كل هذه الأزمات ستمر بسلام ان شاء الله. دي واحدة. التانية انا محتاج برضو زي ما انا قلت لحضرتك من شوية صغيرين، محتاج الوعي الاستهلاكي يزداد عند المواطن، ايضا محتاج ان الحكومة تمارس قدر من الرقابة وقدر اكبر من الشفافية مع المواطن، لأن احنا في النهاية عايزين كلنا نتكاتف حتى نستطيع المرور من هذا المنعطف والنجاة بالمجتمع إلى مستقبل أفضل إن شاء الله. دكتور، كل الناس عارفة الدكتور عبد العزيز هاشم في الشكل العلمي والعملي أيضا، لكن ما يعرفوش على المستوى الشخصي، فنحب نظهر له جزء الجانب دوت. المستوى الشخصي فيه تقصد؟ على مستوى العائلة ومستوى، والله أنا على مستوى العائلة الحمد لله، أنا أشرت من شوية أن أنا من أسرة متوسطة وفي إحدى قرى الجيزة زي ما أنا قلت، والحمد لله يعني أنا أسرتي فيها 4 أبناء، أحدهم تخرج يعني درس وتخرج ويعمل، والتاني تخرج هذا العام ولسه بيدور على شغل. أما الاثنين التانيين فلسه بيدرس ولسه صغيرين في الابتدائي وفي مرحلة الإعدادية. أنا زوجتي بتعمل الحقيقة، وهي بتعمل في إحدى الجهات الحكومية أيضا، وهي أيضا عندها دكتوراه في تدرس دكتوراه في مجال الإدارة العامة أيضا، يعني احنا كده عندها ماجستير في إدارة الموارد البشرية وتدرس دكتوراه الآن في مجال الإدارة العامة. بنعيش في بلدنا اللي هي سقارة وسط أهالينا يعني، ليس إلا، وعندي مشوار يومي بقى من الكلية للبيت أو من الجامعة للبيت يعني. هواياتي مثلا، أنا كان عندي هوايات زمان كتيرة قوي يعني، لكن برضو مع ضغط العمل والظروف ابتدت العمليات تقل. لكن في مقدمة الحاجات اللي أنا كنت برتاح لها كهواية القراءة، الحقيقة مهمة قوي الإنسان يقرأ، قلت القراءة، القراءة دي تبقى نافذة ليك لكي تشعر أنك أنت فعلا يعني عايش. دي واحدة. إن كان لي أن أقول أن مارس الرياضة فتتوقف من كام سنة طبعا،
بالمناسبة أنا كمان بحب الموسيقى أكيد، وأنا يعني عازف متواضع على آلة العود، فأنا عازف متواضع على آلة العود يعني. ودي حاجة اكسكلوزيف يعني. كده الحمد لله يعني، الحمد لله الموسيقى حاجة جميلة يعني، الحمد لله. يا دكتور نحب نتمنى لك من حضرتك ومن أسرة البرنامج من مزيد من النجاحات، الله وفي يخليك. نهاية هذا الحوار المثمر والمثقل نحب أن نشكر الدكتور الأستاذ عبد العزيز هاشم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص.